هذه بعض الحيوانات التي تتمتع بقوى خارقة غريبة. سبحان الله العظيم. مرحبا بكم أصدقائي. أولا صلوا على رسول الله. أولا السمندل المائي. يعيش السمندل المائي تحت الماء، فيمتلك السمندل المائي قدرة رائعة على تجديد دماغه ونخاعه الشوكي وأعينه وأطرافه حتى القلب وأعضاء أخرى في جسمه. يقوم بذلك عن طريق تحويل الخلايا حول المنطقة المصابة إلى خلايا جذعية، ثم تتطور هذه الخلايا الجذعية إلى عظام وجلد وأوردة لإعادة تكوين الجزء المفقود، بمعنى أصح أنه يستطيع تجديد أي عضو من أعضائه إذا تم قطعها أو حرقها أو أي شيء. الوزغة البرازيلية القزمة. هذا الحيوان موجود في الغابات المطيرة في البرازيل، هي واحدة من أصغر الفقاريات على وجه الأرض، يمكن وضعها بسهولة فوق طرف إصبعك. ومع ذلك فإن هذا المخلوق الصغير يمتلك حيلة رائعة. نظرا لجلده شديد المقاومة للماء، يمكن لهذا الحيوان صد الماء للبقاء فوقه. بمساعدة هذه القدرة إلى جانب التوتر السطحي والصفع القوي للساق، يمكن للأبراص الجري على الماء. أسماك الكاردينال. تتغذى أسماك الكاردينال على أستراكوتس، وهي مخلوقات محيطية صغيرة ينبعث منها تلألؤا بيولوجيا شديدا عند إزعاجها. فعندما يلتهم سمك الكاردينال هذه الكائنات فإنها تصدر الضوء، مما يجبر الأسماك على بسقها لإنقاذ نفسها، وبالتالي يخلق ذلك تأثير نفث النار. الأخطبوط المقلد. تم العثور على الأخطبوط المقلد الذي يعيش في المياه الضاحلة والرملية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو يأخذ التمويه إلى مستوى جديد تماما. فقد تم اكتشاف رأسيات الأرجل التي يبلغ طولها قدمين في عام 1998 في سولاويزي بأندونيسيا. يمكن لهذا الكائن الغريب أن ينتحل شخصية أكثر من 15 نوع مختلف، ويتم تحقيق هذا العمل الفذ بسبب عدم وجود هيكل عظمي. فعلى سبيل المثال، عندما يتعرض الأخطبوط المقلد للهجوم من قبل سمكة الدامسيل، فإنه يدفن نفسه في قاع البحر تاركا ذراعيه في الاتجاه المعاكس لمحاكاة حركة ثعبان البحر، وهو مفترس طبيعي لأسماك الدامسيل. خنافس بومبارديه. لقد فتنت خنافس بومبارديه العديد من العلماء على مر السنين. كان السبب وراء هذا السحر هو آلية الدفاع الخاصة، فهذه الخنافس تلقي قنابل كيميائية على مفترسها عندما تتعرض للتهديد. يمكن أن تنتج خنافس بومباردي مزيجا ساخنا من الهيدروكينون وبيروكسيد الهيدروجين. يتم تخزين هذه المواد الكيميائية في مكان منفصل داخل البطن. فرس النبي الطاووس. يوجد بالقرب من الشعاب المرجانية والمياه الضاحلة للمحيطين الهادئ والهندي. يعتبر روبيان السرعوف من الطاووس من فصيلة الجمبري. تمتلك هذه الفصيلة أصداف خارجية جميلة مكونة من الأحمر والأزرق والبرتقالي والأخضر. روبيان السرعوف حيوانات إقليمية بشكل لا يصدق. عندما يهدد شخص غريب هذا الكائن، يتم ضربه بواسطة الأرجل الأمامية الشبيهة بالمضرب، وتبلغ سرعة هذا الهجوم 23 متر في الثانية بقوة 100 مرة من وزن جسم قريديس السرعوف، مما يجعلها أقوى ضربة ذاتية من قبل حيوان. دببة الماء أو بطيئيات الحركة. يمكن لهذه المخلوقات الصغيرة التي يبلغ طولها عادة 0.5 ملم فقط أن تتحمل التعرض للإشعاع ودرجات الحرارة القصوى، وتعيش بدون طعام أو ماء لأكثر من 30 عاما، وتتحمل فراغ الفضاء. تم اكتشاف أكثر من 900 نوع مختلف من هذا الكائن حتى الآن. طائر الجيتارة. لقد اندهشنا جميعا من تقليد الببغاوات للصوت البشري والتحدث إلينا بلغتنا. الآن تخيل أن طائرا يفعل ذلك وأكثر من ذلك. غالبا ما تغني هذه الطيور المغردة على مدار العام، لكن غناؤها يصل إلى درجة الحمى خلال موسم التكاثر خلال هذا الوقت لجذب الإناث، فيمكن للذكور الغناء لساعات، وأغنيتهم عبارة عن مزيج من جميع الأصوات والضوضاء التي التقطوها من محيطهم. يمكنهم تقليد أصوات ما يصل إلى 25 نوع مختلفا من الطيور وكذلك الحيوانات. حيوانات الرنة. تتمتع حيوانات الرنة بقدرة استثنائية على الرؤية فوق البنفسجية. تسمح لهم هذه القدرة الاستثنائية بالتمييز بسهولة بين الثلج في موطنهم في القطب الشمالي والأشياء الأخرى التي تمتص وتعكس ضوء الأشعة فوق البنفسجية.